عموما خلوني اعرف اكتر وتفاصيل اكتر اعرفها مع الدكتور مراد علي، استشاري الاستثمار والاستراتيجيات. دكتور مراد، اهلا بك معنا في ايه الحكايه. اهلا بك يا استاذه دعاء، واهلا بمشاهديك الكرام. اهلا بك يا دكتور، كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه. عيد 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 سعيد. وفي حته مش سعيده قوي. طبعا طبعا طبعا، احنا في أحزان شديدة، عدد المصريين اللي توفوا والأحزان اللي موجودة في كل بيت. في ناس كثيرة جدا يا أستاذة دعاء، إحنا كلنا عندنا عادة مصرية إن إحنا كنا بنستقبل الحجاج وهم راجعين في المطارات، وتبص تلاقي حتى في أحيائنا بيعملوا ليهم رسومات ويعملوا ليهم زينة. فتخيلي بدل ما الأمهات والآباء يرجعوا من لهذا الاحتفال وبتبقى الفرحة كبيرة جدا، بيرجعوا في توابيت بعد ما جثثهم ألقيت في الشوارع. طبعا شيء مؤسف جدا ومحزن ومخزي في نفس الوقت. دكتور، لسه كنت بتكلم دلوقتي وجبت تصريحات لمساعد وزير السياحة والآثار، اللي معرفش إيه اللي دخلنا في قصة شركات السياحة، واللي أهمل فيهم واللي خالف فيهم هيتم محاسبته وملاحقته. الأزمة اللي حصلت، مع العلم يعني في نقطة بس أنا حابة أن أنا أوضحها في البداية. تقريبا كل سنة ومع كل موسم حج بنسمع أن في أعداد من الوفيات بتحصل، لكن دايما بيكون الأعداد قليلة شوية، مش كبيرة للدرجة دي. بيكون في حادث عارض دايما هو اللي بيحصل، وهو تزاحم، ففي حد وقع فكان في بسبب التزاحم ناس ماتت. السنة دي شوية الموضوع مختلف. السنة دي ما كانش فيه سيارات إسعاف، ما كانش فيه المسعفين اللي موجودين في كل مكان، كان فيه تجاهل للاستغاثات اللي كان بيقدر إنه يتواصل مع شرطة، مع خدمات الحجاج اللي موجودين، مع الإسعاف، كان فيه إهمال لاتصالاتهم. المسؤولية في الأساس عند مين؟ هي المسؤولية أستاذة دعاء مشتركة. في جزء طبعا بيقع على السلطات المنظمة للحج في السعودية، في جزء بيقع على السلطات المصرية اللي بتنظم، وفي جزء بيقع على الحجاج أنفسهم وعلى الثقافة اللي موجودة في الشعوب المصرية. بس أنا في الأول هقول حاجة لو أذنتي لي. تفضل. يمكن أنا عملت مجموعة إحصائيات كانت الحقيقة يعني معبرة جدا، وتقدر تقول لك المشهد شكله عامل إزاي. هناخد شويه ارقام، ومن كل رقم نحاول نطلع بيه بدلائل واستنتاجات، عشان نبقى بنتكلم بطريقه موضوعيه وعلميه بعيده عن المشاهد. جميل جدا. علشان الحقيقه بالظبط المشهد ده هو مشهد يعني معبر جدا. طيب، اول رقم هو عدد الحجاج المصريين السنه دي كان كام؟ عدد الحجاج المصريين السنه دي كان 44,800 حاج. وبالمناسبه ده اقل عدد حجاج في تاريخ مصر. علشان ادي حضرتك مؤشر، سنة 2004 لما كان عدد المصريين 77.5 مليون، طلع من مصر 57,858 حاج. يعني سنة 2004 من 20 سنة لما كان عدد المصريين اقل من 78 مليون، طلع من عندنا 58 مليون. سنة 2012، والسنة دي مهمة جدا عشان ليها دلائل، هي سنة الثورة وسنة الحرية. أيوه. سنة 2012 كان عدد المصريين 91 مليون. طلع من مصر 74,000. وللمفارقة، ده أعلى عدد طلع من مصر في تاريخ. أعلى عدد من الحجاج المصريين اللي طلعوا في حج كانت سنة 2012، السنة اللي كان فيها ثورة وكان فيها رئيس منتخب. فلما تيجي النهارده وتقولي ان عدد المصريين بقى 110,000، فبقى عدد الحجاج 44,800، فده معناه خطير جدا. حسب السعوديه بتضع في عاملين لديها لتخصيص عدد الحجاج. في عامل وزن السكان، يعني مثلا اخواننا في اندونيسيا هم عدد السكان 270 مليون، مدينهم 241,000 حاج، طلع السنة دي 241,000 حاج. يعني المفترض بالتالي مصر لو على حساب اندونيسيا يطلع منها 97,000 حاج، طلع أقل من نص العدد.
بص بقى الفرقة الثانية ودي العامل الثاني مش عدد السكان، التأثير السياسي، إن بيكون الرؤساء أو بيتدخلوا ويطلبوا عدد زيادة، ونتيجة للعلاقات أو الاحترام المتبادل بيتم تخصيص عدد كبير. تركيا اللي عدد سكانها 84 مليون طلع منها كام يا أستاذة دعاء؟ طلع منها السنة دي 92,400 حاج. متخيلة؟ يعني اللي طالع من تركيا اللي هي عددها 80% من عدد سكان مصر ضعف حجاج مصر. فاحنا حصل عندنا تقلب، ده أعلى عدد للحجاج في تاريخ تركيا. يعني احنا حصل عندنا تقليص شديد جدا 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 في عدد الحجاج خلال السنوات الماضية. ما برضو الوضع الاقتصادي يا دكتور، ما نحطش الوضع الاقتصادي في الاعتبار وارتفاع أسعار سواء حج العمرة ولا دي هنيجي بقى هنيجي العامل تاني. ما هو مثلا السنة اللي فاتت عدد الحجاج كان 53,000. يعني انت عددك مثلا ما حصلش، انت من سنة 2012، من بعد 2012 هناك تناقص سنة وراء الأخرى في عدد الحجاج، فإما أن هناك تضييق أو تقليص في المخصصات من عدد الحجاج من السلطات السعودية لمصر، وده غريب في ضوء العلاقات الطيبة بين القيادتين السياسيتين، أو أن هناك تضييق من السلطات المصرية عشان ما تديش عدد، ما يطلعش عدد حجاج كبير. طيب بتكون إيه النتيجة؟ بتكون النتيجة بأن أنا ما فيش عندي أعداد حجاج نظاميين كفاية، بيبدأ الناس توجد لها وسائل أخرى، ومن هنا بدأت المشاكل. يعني أنت المفترض يطلع عندك الطبيعي السنة دي يطلع عندك في حدود 100,000 حاج، حضرتك ما طلعتيش غير أقل من 45,000. طب في أكتر من 55,000 أو أكتر عايزين يطلعوا حجوا، بتكون إيه النتيجة؟ بتكون النتيجة إن هما بيبدأ يشوف بقى تأشيرات السياحة، يبدأ يتصرف بطريقة أو أخرى، ودي المأساة اللي حصلت اللي احنا بدأنا نشوف آثارها بعد كده. يبقى دي أول حاجة، أول مؤشر في المشكلة اللي موجودة عندنا، ألا وهي لماذا تناقص عدد الحجاج وعدد الأماكن المخصصة للمصريين في الحج بشكل درامي. من 20 سنة كنا بنطلع عدد زي ما قلت لحضرتك 58,000، بعد 20 سنة بنطلع 44,000. ده أول دليل وأول مؤشر. أبص معاك على مؤشر تاني. النهاردة الورد ستريت جورنال من ساعتين نشرت، قالت إن عدد الحجاج الذين توفوا حتى الآن 1,170 حاج. 1,170 حاج. دي آخر أرقام بقى، يعني آخر أرقام لأنها عمالة بتزيد. دي آخر أرقام من ساعتين. لكن لسه قابلة. ليس احنا عندنا في مصيبه اللي هي وكاله الانباء الفرنسيه صدر قالت عن مصدر في السفاره المصريه ان السفاره المصريه جالها 1,400 بلاغ بمفقودين. يعني احنا عندنا في 658 من الامس تم تاكيد وفاته، ومن بعد كده ما سمعناش بقى، ما حدش بيقول لنا حاجه. وفي من 680 في 1,400 بقيه ال 658 لسه مفقودين. طبعا مفقودين فين؟ في مستشفيات ولا موجودين في مرميين جثث؟ ما حدش عارف. في 1,400 مصري مفقود، خلاص تاكدنا ان في 658 توفوا، ولسه في الباقي اللي هو ما يقارب من 800 ما حدش عارف اراضيهم فين. وما فيش اي احصاءات تاتي من مصر او من السلطات السعوديه تطمئن الناس وتقول لهم والله يا جماعه احنا عندنا عدد كذا مريض، عدد كذا، مفيش، والاعلام ما بيغطيش. طيب نبص على احصاء ثاني يديكي رقم ومؤشر. مصر احنا قلنا طلع منها كام يا استاذه دعاء؟ طلع منها 44,800 حاج بس. 44,800 ازاي يموت منهم 658 بينما اندونيسيا اللي طالع منها 241,000 يعني 6 أضعاف المصريين يموت منهم 183,000. الهنود طلع الحج السنة دي 175,000، حالات الوفاة 98. يعني الهنود عندك 4 أضعاف المصريين
توفى منهم 93 فقط، بينما مصر حتى الان في 658 واحنا لسه عندنا 1400 مفقودين. باكستان 103,000 حاج توفى منهم 35 وهكذا. فده يقول ان المشكله اللي موجوده اساسا في الحجاج المصريين، سواء بقى ان في عدد كبير جدا غير نظاميين طلعوا نتيجه سواء بقى قلت ظروف اقتصاديه، او ان في تضييق في مصر على الحج، او في تخصيص عدد قليل من الحجاج لا يتناسب مع الوزن النسبي لعدد السكان في مصر من السلطات السعوديه، كل دي مشاكل موجوده، بالاضافه بلا شك الى وجود ثقافه سيئه والى وجود شركات سياحيه مرتبطه بمسؤولين استغلت هذا الامر اسوء الاستغلال وشحنت الناس الى السعوديه بحجه ان هم هيحجوا وضحكت عليهم زي ما شفنا في الروايات التي اتت كثيرا. طبعا مع الحوار بقى نتكلم بقى اقول لحضرتك فيه معلومات اخرى ايه اللي حصل وازاي الناس تمت وليه الناس اتسابت تمشي 30 كيلو من غير ما في طريق بدون مظلات وبدون اسعاف وبدون حاجه وبدون سيارات للنقل يعني وبدون خيارات لا. فبرضه عشان حضرتك تعرفي ايه اللي حصل، السلطات السعوديه وانا موافقها على دوت قالت مفيش حج الا بتصريح. وللامانه السلطات السعوديه خلال السنوات الماضيه حصل تطوير لا باس به، مش كفايه، محتاجين اكتر من كده بكتير، ولكن حدث تطوير. يعني مثال موضوع القطار بين مكة والمدينة، موضوع القطار في بين المشاعر، موضوع السوار الإلكتروني، موضوع تنظيم الدخول في الحرم، التوسعات، كل دي إجراءات جيدة مش كفاية ولا تتناسب مع الإمكانات الدولة السعودية الكبيرة، ولكن حصل هناك تطوير ومن حقهم ان هم ينظموا. علشان لما اقول انا محتاج انا هستوعب 2 مليون حج يبقى انا بعمل اعدادي سواء بقى من خدمات من طعام من امن من صحه بناء على 2 مليون، ما اجيش الاقيهم 3 مليون. ولما بدي كل واحد بطاقه ذكيه فيها بياناته لو تهب نلاقيه نعرف هو فين، حقهم تماما ازاي تم. لكن وبالتالي عملوا حملات ضخمه لمنع الحجاج غير النظاميين. حسب تصريحاتهم وزير الحج قال ان هم منعوا 300,000 من الحج عدم النظام. ثم فجاه بدون اي سبب ليله عرفات قالوا للناس خلاص اللي عايز يروح يروح. طبعا كان لسه في كثيرون في الانتظار. ومعظمهم مصريين. ومعظمهم كبار سن. فرحوا وقالوا لهم اطلعوا وسمحوا لهم، ده خطا كبير في وجهه نظري. بس في مشكله بقى ثانيه، ان كان هناك تعليمات حاده وصارمه وصحيحه انا موافق عليها، ان اي منظم للحج هينقل حجاج غير نظاميين سواء ياخدهم معاه في عربيه او كده هيتعرض للحبس، غرامه ممكن تتجاوز 100,000 ريال، هيتمنع بعد كده من المشاركه في تنظيمات الحج. وفعلا أوقعوا هذه العقوبات على بعض الناس. فكل المنظمين اللي ممكن كانوا بيساعدوا الناس توقفوا. فأنت جيت فجأة ليلة عرفات سمحت للناس إن هي تروح عرفات سواء اللي ساكنين في معظمهم ساكنين في العزيزية، الطريق ما بين 20 ل 30 كيلو. 20 ل 30 كيلو بطريق صحراء بدون ماء بدون محطات للخدمات بدون مظلات ومش مسموح لحد ان هو ينقلهم بالمواصلات. الناس يعني الحجاج حسب الروايات اللي احنا شفناها وسمعناها من كثير من الناس يوقفوا العربيه، الراجل ما يرضاش يقف، الاتوبيس يبقى فاضي طبعا وعنده حق ما هو هيتحبس. فايه اللي يخليه ان هو يركبهم؟ السلطات منبهه عليه ما تركبهمش. وبالتالي المشاهد المخزيه اللي احنا شفناها من الناس التي وقعت وماتت على الارض، مشهد لا يليق بالمسلمين. المسلمين ده اسلامنا دين نظام، ازاي يحدث هذا؟ ده اللي حصل. طب يا دكتور يعني تمام في خطا، بس هم لو كانوا عايزينهم يموتوهم ما كانوش هيعملوا اكتر من كده. لو كانوا عايزين يصدروا صوره سلبيه عن الاسلام وعن المسلمين وعن الرحمه وعن القلوب المتالفه، يعني الحقيقه مش هو ده المشهد اللي يصدروه؟ خلاص منك ومنعت ورفضت،
ليه بقى تسيبهم يتعذبوا في رحلة شقاء 20 و30 كيلو في درجة حرارة 48، ما في مخلوق عنده استعداد ولا قدرة انه يساعدهم، وتقول اهو انا ماليش دعوة وساووا بين الاثنين؟ ما هو مش كل برضو اللي ماتوا مخالفين. طبعا مش كل اللي ماتوا مخالفين، ولكن غالبيتهم مخالفين. ولكن انا متفق معاكي تماما. وهنا لو احنا بنتكلم على تطوير اداء الحج، احد مشاكل الحج العبء اللي بيقع على اللي بيقدموا الخدمات، وخاصه الناس بتوع الامن والمسعفين وغيرهم، ان دار بيشتغلوا في الشارع في درجه حراره عاليه تحت ظروف صعبه جدا، ولكن لم يتم تاهيلهم نفسيا وان هو يعرف ازاي يتعامل بمنطق خدمه العملاء وبمنطق الرحمه زي ما حضرتك بتقولي. هو بيطبق القانون بصرامه، يعني حتى واحد كان ناشر على تويتر ازاي بلغوه بموت والدته، بيتصل بالموبايل بتاعها، فواحد رد عليه قال له احنا مستشفى كذا، صاحبه التليفون ده تعرفي، سلام، وراح راس وراح قفل السكه. يعني ليه؟ هو ما عندوش، ما تعلمش. يعني احنا عندنا في الاداره وكذلك في خدمه الجمهور بنعلم الناس كيف تتعامل مع الجمهور، كيف تستقبلهم، كيف تكون رحيم بهم، حتى لو كانوا مخالفين. ده احنا بنقول لو في واحد هتاخده تحطه في السجن هتعالجه وتعامله برحمه وتوفر له المأوى والطعام والعلاج، ده حتى لو هو مجرم وهتسجنه. مش واحد اخطا في ان هو جاء الى الحج بدون تصريح، وده خطا. انا معاهم ان هم يمنعوه، بس زي ما حضرتك قلت يبقى ما كانش تسمح لهم، ولو سمحت لهم توفر لهم وسيله نقل، ولو هترجعهم ترجعهم بطريقه انسانيه محترمه. ولو حتى عاقبتهم تعاقبهم بناء على قانون وعلى نظام واضح. فده المشهد المفترض اللي هو كان يدار به. عندنا في نقطة تانية مهمة جدا عايز ان انا اذكرها، وانا لدي لست فقيها طبعا، ولكن انا بنظر لها من منطلق إدارة الأزمات ومنطلق الإدارة. بختلف بشدة مع بعض العلماء ليس من منطلق فقهي، اللي أفتوا بأن اللي يعرف يتحايل ويروح الحج يعرف يتحايل ويروح الحج. المشهد ده خطير جدا. ليه؟ عشان هو أوجد للناس ذريعة أن تتحايل وأن هي تسافر بدون تصريح. وكان ده أحد الأسباب المشاكل اللي موجودة. عندنا في مشكلة ضخمة جدا أن الحكومة المصرية لابد أن هي تعيد تنظيم الحج. أولا مفيش دولة في العالم بتخلي الحج مسؤولية وزارة الداخلية. ايش دخل الحج بوزارة الداخلية؟ ده حتى اسمها يا استاذة دعاء الداخلية. ايش الحج ده بره مش جوه. هو يعني بالمناسبة كلام حضرتك، يعني لسه في خبر الآن بيقول أن في طبعا حالات وفيات وصلت 47 حالة في تونس أثناء موسم الحج، وقيس سعيد أمر بإقالة وزير الشؤون الدينية بسبب الحادث المؤسف، لأن المفروض يكون في شؤون دينية هي اللي معنية بالأمر ويكون في إجراء. كل دول العالم. أنا همشي مع حضرتك خطوة خطوة. يعني أنا عايزة أعرف خطوة خطوة زي ما حضرتك بتتكلم، عشان عندي نقطة بس بعد ما تكلمني في الخطوات اللي كان يجب على النظام المصري أو الحكومة المصرية بمعنى أصح اتباعها لتنظيم مسألة الحج. تنظيم مسألة الحج حضرتك ببساطة لا يمكن هي تكون مسؤولية وزارة الداخلية. أيوه. تأهيل وزارة الداخلية، ضابط الداخلية اللي درس شرطة ودرس علم إجرام ودرس إزاي أنا أقبض على مجرمين وإزاي أعمل مباحث جنائية، إيش دخله هو في إن هو ينظم حج؟ ليه انا اديله هو تنظيم الحج وهو اللي يقرر وهو اللي يصفر وهو اللي تبقى تحت رعايته؟ الحج لابد تكون هناك رئاسه شؤون دينيه او اوقاف تحت علماء وهم اللي يديروا هذا المشهد، دي حاجه. الحاجه الثانيه التيسير على الناس، وهناك دول كثيره لديها نظم محترمه، ومصر زمان كانت بتعمل كده. انا راجل فلاح بسيط عايز احج، نفسي ان انا احج، بتعمل لي صندوق اسمه صندوق الحج، وبتجمع مني كل سنه بحط فيه 1000 جنيه بحط فيه 1500 جنيه بتستثمرهم لي، لما بكمل مبلغ معين بتيجي تطلع لي الحج بشكل محترم. مش بقى النظام بقى الناس ايه عادي الفلاحين والبسطاء والعمال اهلنا بيعملوا ايه؟ بيقعد يحوش طول الوقت، وطبعا كل ما يحوش الفلوس يحصل لها تفقد قيمتها، فاللي تضطر تبيع مسار واللي تعمل ده حلمهم ان هي تطلع تحج وحقها، والدوله مطالبه ان هي تساعدها على ذلك وان تيسر. دي احد
يعني واجبات الدولة وأحد حقوق المواطنين. ما بقولكش سفره على حسابك، ولكن نظم له السفر. أولا بأنك تنظم له أنه هو يكون له حساب يجمع فيه الفلوس بتاعته وتستثمرها له زي المعاشات وغيرها، بحيث عندما يتم سن معين بيسافر يكون الحج تحت أعينك بنظام محترم. إحنا شفنا المشهد في فيديو سيء جدا، حج وزارة الداخلية اللي هو حج القرى اللي هم 14,000 واحد، وده مشهد برضو غريب. يعني إزاي المفترض إن الحج اللي تحت رئاسة الدولة يبقى هو الغالبية، أنت بتعمل العكس، عندك 44,000 حج منهم 14,000 ناس اللي تحت رئاسة الدولة و30,000 حج خاص. أنت المفترض يكون المشهد العكس، الأصل إن الدولة هي اللي بترعى الحج وهي اللي بتنظم الحج، وفي بقى الناس اللي معاها فلوس زيادة اللي عايز يطلع وعايز مثلا يبقى دلع زيادة ماشي، إنما الأصل مش المشهد اللي احنا شفناه إن الناس مقيمة في أماكن قذرة وسط الزبالة، نايمين وسط الزبالة، مفيش أكل، مفيش مراعاة، مفيش رعاية صحية، مفيش أي حاجة خالص، ده مش مشهد مقبول. طيب الحاجة بقى الأخيرة إنك أنت تنظم وتشرف على الوكالات السياحية تنظيم حقيقي، ما يبقاش عندي فرصة للفساد، ما يبقاش عندي لواء شرطة ولا ضابط جيش عامل مع ابن خالته شركة سياحة ويستغل سلطاته ويستغل الناس وهو فوق القانون. لا، ده انت بتشرف عليه وتلزمه إلزام جاد بإجراءات معينة وفي مقاييس جودة ورقابة شديدة تضمن بها ان الحج بيؤدى للشكل بالأمن. انت أرواح ال 1400 أتمنى لا يصل عدد ال 1400، إنما الناس اللي عانت دي أرواحها في مأمن مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب يا أستاذة دعاء كان بيقول لو عثرت بغلة في العراق لوجدت الله مسائلني عنها لما لم تسوي لها الطريق. طيب ال 1000 واحد اللي ماتوا دول الله أعلم هيوصل عددهم كام؟ ال 658 اللي ماتوا دول مش هيسألوا المسؤولين في الحكومة أنا يوم القيامة انتوا ليه سبتونا نتبهدل البهدله دي؟ انتوا ليه ما نظمتوناش الدنيا؟ امال انتوا بتقبضوا مرتباتكم على ايه؟ سواء من اكبر راس لاصغر راس، تقبض مرتباتك على ايه؟ مش علشان تساعد الناس دي يا جماعه؟ مش عشان تساعدوهم في ان هم يحجوا؟ فده مشهد كان المفترض ان الدوله المصريه هناك تقصير، وهناك ايضا اخيرا بقى الوعي. انا النهارده انت النهارده عمال تنشر وعي في اتجاهات مختلفه. ما تنشر الوعي للناس ما الحج بيتم ازاي والنظام بتاعه ازاي، وما تحجوش يا جماعه بطريقه غير نظاميه. يبقى انا بفتح لهم الابواب لحج صحيح، بزود العدد. ليه رئيس الجمهوريه ما يستغلش سلطاته؟ ليه مصر يطلع منها 44,000 حج بس؟ ليه تركيا يطلع منها 92,000 ومصر 44؟ هل الرئيس التركي لديه قوه ناعمه يستطيع أن يحصل بها على العدد وخصص من الحجاج أكبر وعلاقات تركيا أقوى بالسعودية من علاقات مصر؟ بالتأكيد لا. لا 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 يا دكتور. طب ليه ما تعمليش الكلام؟ لا لا معلش، بالتأكيد أختلف بقى مع حضرتك في النقطة دي، وحضرتك عارف أن جزء كبير جدا من الأمور دي بيقاس بالوزن النسبي لقيمة الدولة برئيسها. بس يعني هو اللافت للانتباه ان حتى السنه دي كانوا يعملوها نظرا لان حتى رئيس الدوله كان موجود في موسم الحج، فحتى يعني عشان وجوده وعشان حضوره يزودوا النسبه شويه بتاعه المصريين. والله يا استاذه دعاء حضرتك بتنكئي جرح، انا زعلان جدا جدا جدا. بس دي حقيقه مش هنخبيها. لا انا موافقك، وانا زعلان جدا 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 من المشهد. ليه؟ احنا قيمه المصريين، انت الدولة لما احنا بنشوف لما بيحصل بلينكن وبايدن لما عندهم 10 15 واحد موجودين في اسرائيل اسرى مع انهم اسرائيليين عندهم الجنسيتين مهتمين بيهم وبيسالوهم ويقابلوا الاسر بتاعتهم، ازاي رئيس الدولة يبقى موجود في الحج وما يسالش على 44,800 واحد من مواطني بيحجوا؟ ازاي يرجع ينزل برقيه يشكر فيها
على التنظيم الرائع ويثني فيها، وانت عندك 1400 مفقود منهم 658 وفاة، والله اعلى الباقي فين؟ ما يصحش. يعني المجاملات لا تكون على حساب مواطنيك. ليه؟ ما بقولش ان احنا نعمل ازمه دبلوماسيه مع السعوديه، عشان يعني مش هم، مش لازم يكون المسؤوليه لا تقع عليهم بالكليه، احنا علينا جزء من المسؤوليه، والحجاج عليهم جزء من المسؤوليه، والعلماء اللي افتوا عليهم جزء من المسؤوليه، ولكن مش لدرجه ان انا يبقى اولادي بيموتوا وبتسام جثثهم في الشوارع وانا بطلع برقيه شكر وثناء. يعني مش الناس عارفه هتستهين بينا قوي، قيمه المصري بتقل يوم بعد الاخر. ها يعني انا معترض على ها يا دكتور. يعني عارفه وزيره الهجره قاعده ليه في مصر؟ انت عندك 1400 مفقود في السعوديه، انت اسمك وزيره الهجره، وزير الاوقاف بيعمل ايه؟ ليه ما حدش ركب طياره وراح رايح يشوف ال 1400 دول فين والموتى دول فين؟ يعني ايه الكلام ده؟ ازاي تعملوا خليه ازمه بعد اليوم الخامس من الناس ما ماتت وبعد كده ما سمعناش اي حاجه؟ زعلان جدا من الاعلام يا جماعه، ده لما حد لاعب كوره بيتعور ولا يموت بنقعد نلاقي طبعا، وحقنا الاعلام بيتحدث عنه. احنا عندنا 650 ماتوا وعندنا 1400 مفقودين، ازاي عمرو اديب ولميس الحديدي ونشأة الديهي واحمد موسى مش قلبين الدنيا وبيتكلموا عليهم؟ ازاي ما فيش كلام؟ ازاي بنهتم بفيلم اولاد رزق اكتر من 1400 مفقود و658 ماتوا؟ هل فيلم اولاد رزق اهم من 1400 مفقود، 1400 اسره قلقانين على اهلهم، اكتر من 658 ماتوا في الحج؟ الموضوع ده ما يستاهلش يتناول في الاعلام، انما اللي يستاهل يتناول في الاعلام القفا اللي ضربوا عمرو دياب دوت، ولا مشكله مش عارف الفيلم بتاع اولاد رزق، ولا مشكله الممثله اسماء جلال؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ امال امتى هيهتموا؟ انا لو مكان دوله اجنبيه، انا لو مكان الصهاينه وابص على الاعلام وابص على السياسيين الاقيهم عندهم 1400 واحد مفقود 658 ماتوا ومش مهتمين. طيب ومكبرين دماغهم. ايه ده؟ ومحدش فيهم اتحرك. فين البيانات؟ انا عارف حضرتك عشان احضر البيانات دي معظمها جايه من وكالات انباء غربيه. ما فيش بيان من وزاره الاوقاف ولا من وزاره الداخليه ولا من وزاره الخارجيه ولا وزاره الهجره بيقول لنا احنا عندنا كام واحد مات. ما فيش بيان بيقول لنا عندنا كام واحد مفقود. ما فيش بيان بالوضع اللي موجود. طب غير بعيدا عن البيانات يا دكتور، يعني هم امبارح كل اللي طلعت بيه وزاره الخارجيه قالت ان هي هتشكل فريق دبلوماسي هيكون موجود في المستشفيات، هيكون موجود هناك في المملكه العربيه السعوديه عشان يتابع حالات المصريين اللي موجودين وحصر اعداد الوفيات ومتابعه حاله المصابين. ايه كان المفروض يكون مطلوب منهم؟ انا بالنسبه لي يعني اللي انتوا بتقولوا عليه ده كويس، بس كان كويس يوم وقفه عرفات، يوم ما بدات تنتشر الاخبار عن حالات الوفيات اللي بتحصل مش بعدها بست ايام. امبارح كان اليوم السادس للوقعه لما قرروا ان هم يبعتوا بعثه دبلوماسيه. حضرتك شايف ايه الاجراءات اللي كان المفروض ان تتخذها الحكومه فور الاعلان عن وجود اصابات ووفيات كبيره بين صفوف المصريين؟ اولا مش فور يا استاذه دعاء. لما بنتكلم على اي اداره ازمه المفترض، حتى احنا يعني في العلوم، علوم اداره الازمات بيقسموا اداره الازمات الى ثلاث مراحل. المرحله الاولى ما قبل الازمه اللي هي بيسموها اداره المخاطر. ازاي ان انا احط سيناريوهات واحط اجراءات واحط نظم تمنع وقوع الازمه، وده ما كانش موجود خالص. خالص بالعكس، في اهمال تام، في زي ما اتكلمنا. فور وقوع الازمه انا لازم عندي كذا حاجه. انا المفترض اكون موجود على راس المشهد وباعلى سلطه، يعني النهارده اللي يمنع اللي ورا رئيس الوزراء وراء ايه ان هو يطلع يشوف 1400 واحد مفقود؟ امال هيهتم بايه؟ ايه اجازه العيد عشان قاعدها في الساحل الشمالي مثلا؟ يعني رئيس الوزراء، انا مش بتكلم حتى، احنا ما عندناش وزير سافر، احنا ما عندناش حد اهتم، احنا ما عندناش حاجه غير بعد خمس ايام. لا وزيره الهجره قالت ان احنا بمجرد ما شفنا الاستغاثات على السوشيال ميديا ووصلنا بلاغات احنا بلغنا القنصل وخلاص، ورمت ايديها غسلت ايديها بقى الموضوع، رمته على القنصل في السعوديه.
فاحنا المفترض انا النهارده، وتخيل حتى القنصل مش السفير، انا المفترض اكون وزير الشؤون الدينيه في الحج التركي كان موجود هناك مع الحجاج. يعني احنا عندنا المفترض يكون في وزير ممثل موجود مع بيرأس البعثة الحج الرسمية. مين الوزير اللي موجود؟ يعني اعتدنا دائما أن يكون أن يتم تكليف وزير علشان خاطر أنت عندك في 50,000 مصري طالعين لازم يكون معاهم حد كبير يرعاهم ويرعى شؤونهم وتكون في بعثة رسمية موجودة. مين البعثة الرسمية؟ فين هي؟ مفيش بعثة رسمية. طب حصلت عندي مأساة، المأساة دي المفترض أنا بعمل تنسيق مع السلطات السعودية، طبعا ما بطلع لهمش شكر وثناء احتراما لمشاعر الناس اللي ماتت، إنما أنا لازم أكون على تواصل وبعمل لجنة أزمة مشتركة مع السلطات السعودية وأكون موجود وسط الناس وبشمر إيديا وحسس الناس إن أنا موجود وسطهم. إنما أنت بتكتفي إنك تقول أنا أديت توجيهات لتعمل خلية أزمة، وزيرة الهجرة تطلع تصريح وبعد كده تتصل بالقنصل. مين اللي موجود على الارض؟ احنا ما شفناش حد على الارض، ما شفناش حد واقف في المطارات، ما شفناش حد واقف في عرفات، ما شفناش حد واقف في المستشفيات. ولادنا وابائنا وامهاتنا واخواتنا مرميين في الشوارع ومرميين في المستشفيات كانهم يتامى بدون مسؤول عنهم. عشان كده انا بقول لحضرتك مفهوم المواطنه مش موجود، مفهوم المواطنه مش موجود. انت ما تعتبرش دول جزء من ولادك، ما تعتبرش نفسك انك مسؤول عنهم، فبالتالي ما تتعاملش معاهم بشعور بالمسؤوليه. وده شيء غريب جدا جدا. يعني ليه ما فيش مسؤول موجود على الارض؟ ليه ما فيش مسؤول بيطلع تصريحات؟ انا المفترض في ازمه كبيره زي كده يكون عندي تصريحات وعندي بيانات بتطلع دوريا على الاقل 3 مرات في اليوم بما يحدث. لازم يكون عندي الاعلام في قنواتنا الاعلاميه. انت حتى من باب السبق الصحفي مفيش يا استاذه دعاء، مفيش قناه تلفزيونيه ولا برنامج حواري فكر يبعت حد علشان يعمل حوارات ويشوف ايه اللي بيحصل. ده يعني ده لما حصلت خناقه ماتش الكوره في السودان بين الجزائر، جماهير الجزائر وجماهير مصر، يا سلام كل البرامج الحواريه موجوده. صحيح. وكل المذيعين موجودين والناس موجودين على الارض. انت عندك 1400 مفقود، 658 ماتوا لغايه دلوقتي، والله اعلم ايه اللي بيحصل. برنامج عمرو اديب ما فكرش يبعت مراسل يشوف ايه اللي بيحصل هناك؟ هو عنده مراسلين هناك 24 ساعه اصلا. طب انا عايزه اسال حضرتك سؤال مختلف شويه يا دكتور، والحقيقه يعني استغل فرصه ان حضرتك معايا. الفترة اللي فاتت بدأت تتوجه المملكة العربية السعودية أنها حابة أنها تكون واجهة سياحية كبيرة في المنطقة العربية. كان في بعض التصريحات الحقيقة مش متذكرة منسوبة لمين بالظبط داخل المملكة العربية السعودية، بيقول أن هم من خلال في خلال من 3 سنوات إلى 5 سنوات هيكونوا هم في المركز الخامس في السياحة بدلا من الدولة التركية. حضرتك عارف أعداد السياح طبعا اللي بييجوا كل سنة لتركيا، وبدأنا نشوف بالفعل بعض الخطوات اللي بدأوا يتخذوها، زي مثلا موسم الرياض، تسهيلات التأشيرة، معرفش مبلغ صغير جدا وبيحصل الشخص على التأشيرة وتذكرة سفر. ويمكن ده عمل أزمة السنة اللي فاتت، أن موسم الرياض كان في وقت أظن عمرة رجب، والناس اشتروا التيكت كأنهم رايحين لموسم الرياض وراحوا للحج، وخرج تركي الشيخ طبعا المسؤول عن الإفساد الحالة في المملكة العربية السعودية وقال ده حرام وبيحجوا بطريقة غلط. وازاي هل أصبحت المملكة العربية السعودية لا تعطي الاهتمام الكافي لموسم الحج والتنظيم المعتاد مقابل التوجه إلى نوع آخر من السياحة وجذب أشخاص مختلفين غير الناس اللي بتسعى للذهاب للمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج أو العمرة؟ هي حابة تكون مودرنايز يعني شويتين ثلاثة، فبدأت تهمل بعض الأمور الهامة مقابل الاهتمام بموسم الرياض وغيره من افتتاح أفلام ومدينة إنتاج إعلامي وإلى آخره. الحقيقة أنا مش فاهمة النقطة دي بصراحة. خليني أقول لحضرتك على حاجة. هو المملكة العربية السعودية لديها قدرات هائلة، وللأمانة في السنوات الماضية، في العشر سنوات الماضية أو الخمس سنوات الماضية عشان نبقى دقيقين، أنا عارف بتتكلمي على مرحلة معينة،
الخمس سنوات الماضية المملكة العربية السعودية عملت مجهود طيب جدا في تطوير بعض الأمور لخدمات الحجاج زي ما ذكرناها، خاصة استخدام التكنولوجي، وكان بشكل طيب جدا. هل ده كافي ولا مش كافي؟ هنا ده بقى النقطة. إنما علشان نقول إن هم أهملوا، لا ما أهملوش. هل ده كافي؟ أقول لحضرتك لا ده مش كافي. ليه؟ المملكة العربية السعودية الملك يحمل لقب ويشرف لهذا اللقب، هو خادم الحرمين الشريفين. فبالتالي توقعات الأمة الإسلامية منه كبيرة جدا. والمملكة لديها القدرة على ذلك، ولديها الخبرة إن هي تقدر تعمل كده. يعني المملكة مش صعبة عليها أبدا إن هي كل منى تبقى مباني بدل ما هي تبقى خيام. مش صعبة عليها أن يتم تضليل الممشى من المزدلفة لمنى لعرفات. مش صعب عليها ان هي توفر وسائل انتقال اسهل وايسر. مش صعب عليها ان هي تستعين بقوات مؤقتة من الخارج زي ما قطر عملت وزي ما دول كتيرة بتعمل لما يكون عندها احداث كبيرة زي كاس العالم. فهو ممكن جدا يتعاقد مع دول زي تركيا ولا ماليزيا ولا اندونيسيا ان هو يزود عدد الخدمات من القوات الشرطة او من غيره او من غيره. برضو مهم جدا من المملكة العربية السعودية أن تنشر ثقافة خدمة الجمهور، أن تنشر ثقافة الرحمة، أن تنشر ثقافة إزاي أن أنا أطبق القانون واللوائح والنظم ولكن بابتسامة. ده مطلوب جدا جدا جدا، مش بشخط ولا زعيق وكده. إزاي أن أنا أرتب يبقى عند العسكري وعند الضابط القدرة على أخذ القرار الآني وبناء على أولويات. يعني أنا عندي واحدة مخالفة بس سنها 70 سنة وبتموت، ما ينفعش أسيبها. هرتب بقى، هاخد قرار إن أنا عارف إن هي مخالفة وافترض كذا كذا، بس هعمل معاها إيه؟ علشان أنه أولى، إنقاذ روح ولا إن أنا أعاقبها عشان هي ما التزمتش باللوائح. بالظبط. فمثل الثقافة دي محتاجة تنتشر، مزيد من استخدام التكنولوجي، مزيد من المباني، مزيد من الظلال، محتاجين نقاط إسعاف أكثر، محتاجين نقاط خدمات على الطرق بشكل أكبر، محتاجين أن القرار يبقى واحد. مش هندخل المخالفين يبقى ما ندخلهمش، هتدخلهم يبقى وفر لهم الخدمة خلاص بيقعوا تحت مسؤوليتك. الوزن في وجهة نظري المملكة العربية السعودية قوتها الناعمة ليست في السياحة العادية ولا في موسم الرياض ولا في كأس العالم 2034. القوة الناعمة الحقيقية للسعودية في الحج والعمرة. السعودية محظوظة ان ربنا انعم عليها وجود الحرمين الشريفين فيها طبعا، وبالمناسبة هيعمل لها دخل. يعني السعودية اذا نجح السنة دي، الارقام الرسمية ان اللي حجوا 1.8 مليون. السعودية اذا استثمرت في توسعة المباني وتوسعة الطرق وتوسعة الحرم وغيره ممكن جدا تستغل 4 أو 5 مليون. تستطيع طبعا، بس ده طلب ان هي تستعين ب زي ما قلت ناس من الخارج يقدموا الخدمات سواء امن او صحه او غيره. وقتها بيعملوا معاهم تعاقد مؤقت او بيعملوا اتفاقات تبادل مع الدول اللي عندها كثافه سكانيه وعندها خبره زي تركيا او زي اندونيسيا او غيرها. وقتها هو كمان هيستفيد، ما هو الحاج اللي بيجي ده بيشتري وبيقعد وبيصرف فلوس، وده أولى من وجهة نظري من أي أنشطة أخرى. وده اللي بيحافظ على السعودية. كلنا لما بتيجي اسم السعودية في دماغنا ما بيجيش في دماغنا الكورة ولا رونالدو ولا شاهد ولا فيلم ولاد رزق. اللي بيجي في دماغنا على طول إيه؟ الحرم. صحيح. اللي بيجي في دماغنا على طول الحج والعمرة أي حد. وده على مستوى 2 مليار. ده حتى انت لما بتقدم سياحه ترفيهيه مين اللي هيحضرها؟ اللي بيتكلموا عربي. ما هو مين اللي هيسمع عمرو دياب ونانسي عجرم ويتفرج على افلام ولاد رزق؟ اللي بيتكلموا عربي اللي هم 400-500 مليون. بس انت عندك 2 مليار مسلم، الباكستانيين والاندونيسيين والماليزيين وغيرهم طبعا، ارواحهم معلقه بزياره الحرم طبعا بالحرم.
وصلت الفكرة تماما يا دكتور. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على مداخلة حضرتك معنا، الدكتور مراد علي استشاري الاستثمار والاستراتيجيات، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على مداخلتك معنا.